هذه عودة من جديد. مرحب بكل من انضم لمتابعة هذه المساحة الصباحية من بي ان اف ام الملخص الرياضي مع الزميل محمد فضل الله. صباح الخير، السلام عليكم. صباح الخير كاركا، تحية ليك وتعمل السيد لغناة النيل أزرق والزملاء الأعزاء فريق العمل. كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟ لا الحمد لله كله تمام. آخر الأحداث إضافة للمباراة الآن، يعني اللي أنت حتى نقول لنا جارب منها على الهواء بين المنتخب القومي أو المنتخب نعم. القومي على القرقودة الدوية. نعم طيب نبدأ بها يا كاركا. امبارح منتخبنا الان لعب مباراه مهمه جدا مع فريق القردود من الديوان درجه اولى، فريق يعني صعد من الدرجه الثانيه الاولى طوالي واحرز المركز الرابع في الدوري الفات، ومؤمنين انه في الدوري ده يعني يعملوا حاجه كويسه، لعبوا مباريات وديه كثيره. انا بحييهم لانه الليله هم طلعوا لاعبين مع منتخبنا الوطني الان، اكيد مباراه حتكون فيها فائده كبيره للجانبين. المنتخب الوطني ما داري نقول المنتخب الوطني باء والف وكذا، لانه دي زي ما استطلعنا الكابتن محسن المدرب العام الان كغنات نيل ازرق، فالمنتخب ده هو كليه منتخب وحتكون داعمه للمنتخب اللي بيشارك طوالي في المباريات عشان يعدوا نفسهم للمرحله القادمه اللي هي حتكون فيها بطوله الكان، اللي برضه في من تصريحات محسن انه يعني ما عاوزين يعني يكون سهل للفرق، حيلعبوا فيها بمستوى كويس في الجزائر وبعد ذلك عشان برضو يستعدوا لمباراة الجابون ومباريات أمم أفريقيا الصفيات اللي حتكون سهل العاج العام القادم. المباراة حلوة وراحية يعني فريق القردود برضو مستمتع انت نجوم عديدين يعني لمحت قلت لك مستمتع بالمباراة دي محمد مش؟ نعم مستمتع بها والله، هاي بجد متعة يعني بجد شفت المباريات الصراحة حلوة، بدت لها زي قريب نص ساعة كده فيها هدفين للمنتخب الوطني، وفريق القردود برضه ما مقصر يعني عامل هجمات كثيرة جدا، تجارته بعض الجماهير وبعض الإعلاميين برضه حضور لمتابعة المباراة. العموم يعني صباحية حلوة جدا في كرة القدم، نتمنى التوفيق للمنتخب وللقردود اللي يستفيد من هذه المباراة اللي هسه الان فيها مخالفه لصالح القردود، ممكن شكلها يكون خطير لانه شايف مصعب عمر حينفذ وبرضه البلدوزر يتاهب وحيصب لمنتخبنا الوطني، ونتابع المخالفه دي يا كاركا، وبعد ذاك نتكلم عن يعني الحكم بيحكمها حكام دوليين فعلا يعني خطره جدا يا يعني مرت جوار القائمه الايسر خارج الملعب. بعد ذاك المباراة بيحكمها برضو حكام دوليين وصادف برضو يا كاركا في اليوم ده الآن قبل يمكن المباراة كان في تمرين مدربين ولاية الخرطوم ده تدريب من سنة من نهاية الثمانينات شغال ولغاية بداية التسعينات يوم السبت يوم ثابت هنا في استاد الخرطوم، والمدربين بيعملوا تمرين وملينا كرموا فيه صلاح مرغني يعني بعض المدربين، و ألمح برضو الكابتن محمد عبد الله مازدا يعني الآن حضورا لمتابعة هذه المباراة ومتابعة طبعا انتخاباته المختلفة يعني لأنه ألقى علينا التحية ونحن بنتحدث، ودائما برضو يعني كثير برضو من الحاجات ما نعمل إعلام كده من المتابعين يعني للملخص الرياضي وكل الناس دي بتتابع الملخص الرياضي والتحليل وأخبار الرياضة على قناة النيل الأزرق يعني. والمباراة الآن 2-0 يا كاركا، وننتقل برضو لمباراة الأمس، المنتخب الوطني برضو الأولمبي موجود في ليبيا هذه الأيام، لعب برضو مباراة ودية اخترب هدف لكن برضو كانت مفيدة جدا بالنسبة له بقيادة الديبة والكباتن، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في مسيرته القادمة. فوانا تحول لأنديتنا الرباعي مباريات الخارج أيوه نعم أيوه مبارياتنا طبعا خلاص يعني مباريات الذياب هي التمهيد حتنطلق الافريقيه ليوم الاحد القادم، فرقنا كلها الاربعه لعبه على كل المستويات لعبه مباراه الذهاب يوم الاحد ان شاء الله، برضو نتمنى لهم توفيق كبير جدا. الفريق الهلال حيلعب الساعه 3 يوم الاحد في استاد اثيوبيا، والمريخ حيلعب في نفس اليوم برضو في دحر دار برضو الساعه 5، وهنا هلال الساحل حيلعب برضه في الكونفدراليه الساعه 7، والاهلي الخرطوم حيلعب مباراته هو يعني يوم الاحد ويوم الجمعه، المباراتين حيلعبهم في ليبيا، اختار كده انه يكون المباراتين هناك
في ليبيا اختصارا لحاجات كثيره جدا، وهم بيشكوا من قله الدعم كان في المسيره في الايام الماضيه. نتمنى التوفيق لفريقنا الاربعه اداء مباريات الذهاب، وان شاء الله مسيره تبدا وتستمر لغايه دور المجموعات ان شاء الله في البطولتين للرباعي السوداني الهلال المريخ في دور الابطال، وهلال الساحل والاهلي والخرطوم في بطوله الكونفدراليه. وخلينا في ختام الرساله يا 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 كركساوي، نعزي الوسط الرياضي ونعزي وسط الكروي ومدير عام نادي الاهلي العزيز الاعلامي محمد محافظ اللي تدرج في العمل في النادي الاهلي اللي رحل بالامس الجمعه وهم في طريقهم الى يعني في الاسكندريه في حادث سير، و يعني تعرض له هناك وشاءت الاخبار انه تفيض روحه في الاسكندريه وهم في طريقهم الى مع النادي الاهلي الى يعني ليبيا بالبر عشان يلعبوا مبارياتهم الافريقيه. نسال الله تعالى له القبول والرحمه، وانا لله وانا اليه راجعون. رحيل الاستاذ محمد معاذ مدير عام نادي الاهلي الخرطوم، شكرا لك يا كركساوي. شكرا محمد، وتعزينا لاسره نادي الاهلي الخرطوم، نزل الله له الرحمة والمغفرة. شكرا محمد فضل الله على الملخص الرياضي، وبنحييك على النشاط الكبير، وانت الآن بتنقل في حدث مهم للمنتخب القومي ومباراة مفيدة. هنستمر معاكم، نمشي لمهند ونرجع نتواصل في هذه المساحة الصباحية من بي ام اف ام.